ان بدايه الدوري قويه فعلا؟ ان شاء الله يكون دوري قوي جدا السنه دي. طب السؤال الكتير اللي متكرر اكتر مره، امتى الجمهور يرجع بقى للاستاد مره ثانيه؟ بص حضرتك لازم برضو من خلال برنامج حضرتك نشكر اللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخليه اللي كان حريص جدا ان يكون استاد برج العرب فيه اكتر من 80,000 متفرج، وحريص جدا ان الماتش اللي جاي يكون نفس العدد. نشكر اللي هو عبد الرشاد مساعد وزير الامن مديريه امن اسكندريه من اول مصطفى. طب يعني بنقدر ندخل 80,000 و70,000؟ فين بقى المشكله في مباراه الدوري؟ عشان ده جمهور كوره. الجمهور ده راح يشجع مصر. هتخش في الدوري بقى نبدا التعصب يبدا ويبدا نخش في موضوع تاني. الناس متخيله ان الامن رافض الجمهور، الامن مش رافض الجمهور. يمكن حضرتك احنا كان قبل الدوري الاتحاد اللي رافض. طيب ولا الاتحاد؟ امال مين بقى؟ ده بالعكس الاتحاد عاوز يرجع للجمهور. المهندس خالد عبد العزيز اكتر من اجتماع عاوز يرجع الجمهور، وزاره الداخليه عاوز يرجع الجمهور. بس انت حضرتك هقول لحضرتك المشكله ايه. احنا قعدنا اجتماع للجنه الانديه 18 نادي مع الكابتن هاني ابو ريده ومجلس الاداره عشان نحط ضوابط ومعايير دخول الجماهير. تمام. يمكن تزامن الماتش مصر واوغندا واهميته خلى التركيز جامد جدا في انك انت عاوز تدخل اكبر عدد من الجمهور لماتش مصر واوغندا. عاوز اقول لحضرتك الناس تقول لك طب ما بدا الدوري من غير جمهور، امر صعب جدا عشان تكافؤ الفرص. قد يكون احنا اهم هدف بالنسبه لاتحاد الكوره ان كل نادي يتحمل مسؤوليه جماهيره. تمام. بمعنى ان كل رئيس نادي هو صاحب توجيه الدعوات اللي هياخدها او اللي هيصرح بيها، اللي هو تمشي تدريجي مثلا داخل 5,000 داخل 10,000 في الماتش. في بقى حضرتك الايه اقتراحات، ماشي الاهلي بيلعب الاسماعيلي، ماتش الاسماعيلي يبقى جمهور الاسماعيلي بس، ماتش الاهلي جمهور، يعني الحاجات دي كلها بتدرس. طب هتقولي طب يعني درست ازاي والدوري بدا؟ هقول لحضرتك ماشي ازاي بتدرس على مدار سنتين اصلا؟ لا ما هو انت برضو كل ما تاخد خطوه عوده الجماهير يحصل لك موضوع يرجعك تاني ورا. يعني احنا بعد امم افريقيا التفاف شعب مصر كله حوالين منتخب مصر بكل اطياف الشعب المصري كان وجب ان يدخل جماهير مصر في الدوري. اصطدمنا بانك انت دور تاني ومفيش تكافؤ فرص فاجلنا. حصل موضوع الزمالك واهلي طبعا. يعني هل متوقع ان الموسم ده يشهد عوده الجمهور حتى لو بشكل تدريجي اللي هو هتسمح ل 5,000 10,000 مثلا؟ بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله بعد وصولنا كاس عالم وبعد ماتش الكونغو هيتم اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره والكابتن هاني مع رؤساء الانديه عشان كل رئيس نادي عاوز جماهيره يبقى مسؤول عنها. واعتقد ان شاء الله بعد وصولنا كاس العالم هترجع الجماهير. يعني الامر مرهون بان مصر تخلص التصفيات؟ لا 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 خالص مش مرهون. هو انت بس حضرتك في تركيز جدا في موضوع التصفيات ده طبعا.